بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في هذا النقل التلفزي المباشر الذي ياتيكم من هنا من مدينه دار البيضاء وبالضبط بالعب العربي الزولية الذي يستعد لاستقبال هذه المقابله وايضا لمتابعه هذا اللقاء على ارضيه بالعب العربي الزولية اللي نتمنى انه يكون واحد من المباريات الممتعه والشهيده. الحكم الذي يقود هذه المباراة بمعية عصام بن بابا وأيضا عماد رواح دوم الطاقم التحكيمي الأساسيين غرفة الفار حمزة الفريق ياسين دميري وأيضا ياسين بقر. نذكر بأنه الحكم الرابع لهذه المباراة فهو محمد العلام وهو الحكم الرابع في هذا اللقاء. تكون لصالح ثلاث نقاط، ضربة البداية غتكون بأقدام رشاوية من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. صافرة الحكم المعلن على انطلاقة هذه المواجهة محسن السردي والحكم الذي يقود هذا اللقاء. الرجاء الرياضي من يمين إلى يسار سادة المشاهدين دار في الصورة قريب شنالي خوارد تبريد أمامية لمحاولة فرصة هجومية بجانب فريق الرجاء على انطلاقة عن طريق نوفل زروني يحاول يحافظ على الكرة ديالو تبريد شباك الخارجية أول محاولة تعامل مع الكرة في الخطأ الأمامي شات فهاد الكيفية هادي كرة من نوفل الزرهوري معروف بالتصويب المباشر كرة فوق المرمى بسنتيمترات قليلة بسنتيمترات قليلة لعبت هذه التصويبة المباشرة 26 دقيقة 0 مقابل 0 مباراة ممتعة مباراة رهيبة شظاهريا ولكن على مستوى رقعة الملعب اخذ ورد بلاعبي فريق الرجاء الرياضي بكيفيه ممتازه دخول داخل منطقه الجزاء تحضير وترويض للكره بالكعب كتصبح دائما عن صالح بوغرين ممتازه ممتازه من جانب فريق الرجاء هذه كره للدخول داخل منطقه الجزاء فرصه تصويبه والحارس في المكان المناسب يسري بوزوق يتحصل على ضياع هذه الكره اللي كان بالامكان انها تكون في الشباك لكن براعة حارس نعطيه حقه أيضا اللي هو مروان فخر الذي يتمكن من الوقوف أمام مجموعة من المحاولات الهجومية لفريق الرجاء الرياضي صابر بوغرين يسري بوزوق انطلاقة ديال زريدة زكريا بحر لعب أيضا اللي لعب في الجمعية السرية واللي كان انتقل لفريق البلدية الوجدية صافرة من الحكم يعلن من خلالها على نهاية أحداث الشوط الأول بين الرجاء الرياضي وفريق نهضة الزمامرة نتيجة الصفر مقابل الصفر جولة أولى اذا حتى الملعب والمتابعه ديالو الانطلاقه ديال الشوط الثاني والبدايه ديال الشوط الثاني من عمر هذه المقابله قلت بانه مقابله تنطلق الان حتى الشوط الثاني محاوله من جانب فريق الرجاء الرياضي في خط الوسط كره تلفت داخل منطقه الجزاء راسيه كترجع مره ثانيه لصالح فريق رجاء الرياضي بالعمري اختار الكره ديالو الجهه اليمنى بولكسود بولكسود يحافظ على كورتو هدوء بناء العمليه الهجوميه كره ممتازه للرجاء كره من صابر بوغرين كره ممتازه من اروع الكرات مع انطلاقه هذا الشوط الثاني لعبت من صابر بوغرين شارب القائم الايمن للحارس مروان فخر لكن تغييب الفعاليه تغييب الفرصة الحقيقية للتسجيل جولة ثانية كيف سيكون الحال والمآل الانطلاقة الهجومية من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي رفع الكرة داخل منطقة الجزاء تنفذ بشكل جيد لكن الدفاع في المكان المناسب الذي يتمكن من تأمين المنطقة الدفاعية وإبعاد كل خطر كرة ممتازة ليسري يسري بوزوق بوزوق كرة خطيرة كل الرجاء يسجل الرجاء يسجل الرجاء يشعل المدرجات كرة لعبت كرة سجلت والجماهير تفاعلت هدف يأتي
التي في الدقيقة 54 الرشيد واحد لا تصممنا على شيء. كرة كيف لعبت، كيف نفذت، كيف تمكن منها يسري بوزوق رواغ في داخل منطقة الجزاء. وحده بولوكسوت، وحده محمد، وحده بولوكسوت يضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول في هذا اللقاء، وبالتالي الهدف الذي يأتي في الجولة الثانية. ما هذه الجماهير التي تساند فريقها. كرة تنفذ ممتازة، جول ثاني. الرجاء يقدم أحلى الأماني، ونادى تزنمر اليوم تعاني. هذا ما يظهر في هذه المباراة، هدف ثاني من كرة من ركنية من كرة ثابتة تسجل مباشرة صوب المرمى. مروان فخر يظهر اليوم على أنه عانى كثيرا، عانى كثيرا، هدفين اثنين، لكن كيف أتيا؟ شوف الصورة في المدرجات، هنا الطريقة كيف أتى الهدف. كرة لعبت مباشرة صوب المرمى نوفل الزرهوني. بناء العملية الهجومية بهذه الكيفية، تلعب في خط الوسط. تنفذ ممتازة. هنا خطأ، مخالفة يعلن عنها الحكم لصالح فريق الرجاء الرياضي. الاقتراب من منطقة الجزاء، الاقتراب أكثر من منطقة الجزاء. هذه دقيقة لضرب الحكم. تجي كرة بهذه الكيفية في خط الوسط، انطلاقة من جانب عناصر فريقه. نهضة سميمرة في هذه اللحظات، يعلن الحكم محسن السردي على نهاية الشوط الثاني لهذا اللقاء. نتيجة المعروفة، جوج الأهداف لصالح فريق الرجاء الرياضي مقابل لا شيء لصالح فريق نهضة سميمرة أمام هذا الحضور الجماهيري الكبير اللي صراحة أتت لمدرجات من العمل العربي الزولي، عطاها نكهة خاصة.